ارحب 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 ارحب. هلا مرحبا ومسهلا، كيف الحال؟ شو الثوب هذا انت؟ يلا ما لا ما يحرشني كلامه صح كلامه. شنو يا فراج؟ انا ما اكذب يا فراج. شلون تروح تنام صباح يومين؟ اللي كذب لي وراي يا فراج. تروح صباح استلمت من فراج؟ لا ما استلمت. محمد اخوي؟ لا ما استلمت. عباد؟ لا. عبود؟ لا. انا؟ ليش تروح هجه؟ ليش تروح؟ انا ما حسيت بنفسي يا سيف، اقسم بالله انا مو حاسس بنفسي. شلون ما حاسس بنفسي؟ شلون جديده هذه؟ دراما احمد، كل يوم شيء جديد احمد. لا ترى احمد اخوي ما يكذب. اللي كذب اللي وراي، ها هذا لعبة الكذب. خلي ما تشوفي انت، دخلك زي ما تشوفي. دقيقة، يا شلون صار مريض؟ من شنو؟ من الكذب. شوف انا اسمع. اقسم يوم شفت يوم العرس انا كنت متشيش. كلنا متشيشين. بس انا متشيش، انا متشيش. ها العب خلص العرس. زين دل انتبه. ها سياره قدامي وافتح والعب والعب ليه وصلنا. اسمع انا مو حاسس نفسي، انا ما ادري. الله اكبر. ايه ركبت مع منو؟ ركبت مع عبد الفراج. عبد الفراج منو؟ اكزيه. والله دقيقه فراج، دقيقه خلها عندي، خلها تحقيق. حلو احب تحقيقك. السياره كان مشغل شيلات؟ لا. شنو؟ شلون متشيش؟ صح. شلون واحد يشيش بدون شيلات؟ صح. كفك متشيش. الله على سيف اخوي، والله انك انت كبير يا سيف. شلون واحد شيش بدون شيل؟ ركبت سياره. افتح افتح ازرارك، افتح ازرارك، ريح. هدوء السياره. شلون تشيش؟ تعبت وتشيشت. شلون؟ خلنا نسمع، خلنا نسمع الحين. انت صدت والله. انا مخي شنو شيله؟ الله ما ينصاد، ما ينصاد، ما ينصاد. مخي شيله. حلو حلو حلو. فتحت السياره. كل شيء من هذه، كل شيء من هذه بمخك. فتحت الباب. دراما بسوي دراما. انتوا ليه تصدقوني يا فراج؟ ها يلا الحين منو الصادق، انا ولا هو؟ يلا اقعد. قصصوني. يلا اقعد. زين زين. ثاني يوم دائما تضربوني. ثاني يوم، ثاني يوم ما تعرفون السالفه. احمد ليش سويها؟ ليش؟ يلا شنو ثاني يوم؟ ثاني يوم انت بصباح لحد الحين متشيش؟ لحد الحين مخي. اقول لك انا حافظها يوم شفت يوم العرس. ايه قبلها انا حاطه الضوء، فرج خوي انا حاطه جايب مسجل والعب وزقت. الراجع هذا اقسم بالله. زي ما طقيت وفتحت رحت صباح. لا قلت لي شايف روح بعد احمد. وانا يا احمد اكسر. يعني يومين انت نايم عندهم؟ ايه. وهي بمخك؟ ايه انا مخي. انت تعرف تخيل شفت وانا نايم ما جاني النوم. تخيل. ها يومين ماصل. ايه لا مو ماصل، لين نمت ما ادري جاني. وانت نايم؟ لا عاد خلاص ما يدري. انت مشكلتك بتصدق ما ادري هي قصه وما ادري شنو. نمت انا على طول جاني النوم اول ما قلتها. يعني انت الحين نمت رحت صباح ما تدري عن نفسك؟ ما ادري ما حسيت بنفسي. تلعب 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 لقيت سياره واقفه. فتحت الباب. يوم وصلنا بصباح دريت ان عبد الله فراج. دريت ان عبد الله فراج. يعني يوم فتحت الباب ما كان يدري. ما كنت ادري. حقق ويا يلا شغل راس الكاش الكبير. ما عرفته؟ ما عرفته هو قدام؟ انا مغمض عيني. حلو. عبد الله فراج ما عرفته؟ ما اقول ما عرفته. لو وصلنا لين الصباح وصلنا العرس. العرس يوم الثلاثاء. لحظه سمع صوت غريب. قال لي يلا يا احمد. قمت منه. انت عبد الله فراج؟ قال لي انا ما ادري. انت كنت تلعب فتحت سياره ونمت. هو اللي علمني السالفه. طلع هو اللي قايل لي السالفه كلها. دق عليه؟ لا دق. ليه؟ يمكن غلط. يا فراج انت فيك يا فراج؟ خندق عليه خندق. راح يتفشل. لا عندك فراج. والله هو اللي قال لك قوم. اي هو اللي قال لي السالفه. قال انت احمد كنت تلعب بعد فتحت سياره وقعد. دق على عبد الله فراج. عطني. لا دق والله دق. احنا عطني. والله العظيم يا فراج سكره فراج اقسم بالله. صوت سكره فراج. فراج سكره فراج. خلاص سكره خلاص ما بدي
فراد. هلا هلا ارحب. شلونك صار طيب؟ فراد خلاص يا فراد. فراد انا خاص بنفسي انا كنت جاي العب. يوم العرس احمد اخوي جاي كان قاعد يلعب. يوم يركب وياك، يوم يركب وياك. شلون يلعب؟ حلو طبيعي. ونايم عندكم يومين طبيعي ما سوى ازعاج. دقيقة دقيقة. ما قاعد يلعب. لا لا. بس بس شكرا. شنو نسوي في الراجل؟ شنو نسوي في الراجل؟ بس في الراجل صح؟ لسه لسه هو ما يدري هو ما عرف السالفة هو يقول له السالفة من أول شيء هو ما يعرف بيقول إيه أحمد كذا كذا دقيقة 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 صوت صوت ربي تعال سيف أبيك تعال أبيك مو قايل أنت مو قايل الإخوان يحترمون الإخوان حتى أستاذ الإسلامية يمدحني يلا ها من يمدح إيه وربي شخي شو يقول أنت صادقون ولا تكذبون هذا يلا ها تعال أبيك سيف تخيل الثاني يمدحني يا صفر بابا مخيم مهني خلى عد خلى خلى ها دقيقة والحين تفتحون موضوع وتزيع مريم ها يلا ثاني يلا عشان تنسى سالفتك يلا انت مريض والله وانت عادي بس عادي انت تبي اي شيء تبي تطقني صح؟ صح قول لي يلا عادي ما في شيء تعال اشرب ماء شوف اذنه تعال شوف اذنه مره ثانيه خلنا نشوف اذنه خلنا نشوف اذنه وخر انت ليش صابغ دراعك؟ شنو هذا؟ عندي نسخه خمس ما قيت والله العظيم ما زين والثانية ليه ما صبغتها؟ شو مسوي فيها؟ ليه؟ ليه ملونها؟ بنفس الخامس ما لقيت. بجيب لك اياها بجيب لك قوم قطة دلاغك. قوم قوم. قطة قطة قطة. قوم جاي. قطة. شوف لنا. شوف لنا. لب لب. شوف لنا. شوف لنا. اتركها عاد راسها. شوف لنا. شنو اذنها؟ ما فيها اذن اي شيء. شوف لنا حمرا. وانت توريني اياها بعد. الولد ما يشوف بعين ثانية. قلت بعين ثانية. والله شوف. زين يلا خلاص دقيقه خلاص خلينا شفنا وعرفنا الموضوع برد موضوعك كم مستشفى دخلنا مستشفى دخلنا سالفه مستشفى الولد ما يشوف الولد راسه اول اشوف مدرس التربيه الاسلاميه مدرس التربيه الاسلاميه شنو قال لك قال انت طالبون صادقون ولا تكذبون خادم التربيه الاسلاميه ايش قال لك يبا رد استاذي الاسلامية يتكلم عربي هو ايه مدحني مدحوك انت الحين متوقف صافيات لا تكذبون ولا شيء قول لي ايه احمد يتكلم عربي لا تكذبون ليه مدرس الاسلامية شو يتكلم تكلم عربي جزرة طبيعي مو لغة عربية يلا ها الحين ما فيك شيء قاعد تسول ايه يلا شو اللي قلت لك انا يروح يجي يروح يجي يروح يجي الحين جاب يا احمد طلعك بموضوع الحين شوف صفياك على اولادك شو كان قلت انا كذاب انا ما صفيت صح انا ما صفيت انا قاعد اقول له اقول شلون يروح يجي يلا شلون صح شلون مرض يلا قولي قولي شلون شلون يلا شلون يعرف لا شاخذ جا لا لا لا, لا رحت اهدى الوضع عادي يلا صح؟ كل ما اشوف وجهك كل ما اشوف وجهك يزيد ليه وجهك في شيء اجل وجه خالد وجه خالد هذا اللي بيش يسوي تلفزيونات من مخيم هذا مناصر يا حبيبي بكره والله ما يسنعكم الله هذا يسوق يقطع من الشارع يقول انا مربيها لا هذا مناصر بكره تشوفون رياضيه قط علي يقوم مديده اي عادي هذا اهم ما دائما وجهك مربع عادي شنو؟ تقول خالك وجهك مربع؟ هلا فراد او ما يحب غير تجي حالته يا راسي جايبة كلها من عرس معاذ والله راسي عورني وروح حرارة تجي وتروح كلها من عرس معاذ كم يهدري واحد يعطي عين ويرد الثاني عين وهذا يعطي عين الثاني والثاني طالع ويعطي عين
والله اليوم تكلم اعطيني عيني لا لكمه بس ابي اعرف برد العين. ليه ما عرف خالد عين؟ صح شايف وجهها. ها امانه ايش رايكم في الاعلان؟ شنو الاعلان؟ ها؟ شنو الاعلان؟ الان تلعبون العاب ونوريهم ان في سيفتي وفي ها انا طق هذه العاب ايش المشكله عبود قدامك العاب لقمه العيش صعب عبود لا حتى لو العيال قدامك ثلاثه هم قالوا نبي ناس يعني واحد حجمه وزنه كبير واحد طويل عشان نبينهم حبيبي انت كنت تقصد انا وياه يا ولد مش معنا طالبكم طالب اخو العيال اركب اركب يلا انت اركب الجندول يلا تعرف توقف بالنص لا لا ها يبا انت ماني يلا عبود يلا يلا فادي فراج ايه انا اتفرج ما العب الان يا يلا يجيل اخلص عاد يلا اخلصوا انا قلت بصور وياهم شوفوا ها شوف العيال يلعبون فوق يا اخي انا كاذب عليهم قايل ان هذه تذاكر وهي ببلاش عند بوليس ستيك عائلية وعنده جلسات مكشوفة وينترلاند الصباحية لعبت عيالك تبي تعيش من أفضل المطاعم في الكويت اللي كان عند بوليس ستيك شاتي فيه مجروح يعرف شنو كلامي أنا كاذب عليهم قال إن هذه التذاكر هذا موقع البوث بوث ستيك شوف الأوائل عنده يلا أخلص خلص دورك خلاص أقصك تذكرة عشان ما تقول أنا ما لعبكم يزبب فلوس لا لا بنمشي حنا قصة قصة تذكر عند بوليس تعال بلاش قايل له فلوس مطعم بوليس ستيك ترى غني عن التعريف اللي كلا عنده يعرف كلامي شنو عطني امسك والله عليهم وجبة تشيكن فلي سبايسي حتى ربع الكويت كلا عنده حنا مو جايين نعلن هم جايين يذكرونكم يعلمونكم ان افتحوا بوث في وينترلاند الصبح انا ما اقدر اصور كل هذول العوائل واجد انا ما اقدر اصور مع هالبرد دفي بطنك هذا يا لطيف شو صوت سبايسي والله يا عندهم شكل ريال لا راحت ولا جت على قولتهم تحكي هذا ثاني تشيكن سبايسي نيكال عنده يعرف تشيكن بوليس يا حبيبي يا جماعة ترى للأمانة هم جايبيننا ما يبون نعلن الأكل يبون يعلمون العالم أنه افتحوا بوث في وينترلاند لكن أنا لا جيته مستحيل أخلي الشيكن سبايسي مالته هم بس يبون يعلمون بس أنا افتحوا بوينترلاند عبود عارف شلون تفاهم إياه شو الزحمة ما شاء الله تبارك الرحمن عندهم الطاولات هذه وعندهم الجلسات الأرضية هذه للشباب قاعدين فيها عندهم جلسات معزولة هناك عندهم العوائل هناك ما أقدر أصورهم عندهم الشيكن السيزر هذي انا خل علي الشيكن سبايس هذي والله العظيم هاي ثالث واحدة والله كل ويكند عندهم فعاليات للأطفال عند المطعم شو الفعاليات كل أسبوع يجيبون فعالية ثانية زي مندمج موقع بوث بوليس ستيك وينترلاند الصباحية جانب المسجد مقابل الألعاب هذه كلها لعب اقول كمش ما يصير احنا داشين تصريح مو داشين بفلوس روح ها آه جانا الامن كل بوم يلا يلا اطلع السلام عليكم لا دخلنا بفلوسنا ثاني مره والله لا خليك تلعب يلا ما يجيبها بالسكوتر يا ولد روح فرحك بس راح مو مريض طلع مو مريض ها انا ما العب الالعاب يلا يلا تكفى يا ابو خالد
ابي اول ابتسامه على الظروف على الظروف انا اللي في لي ظروف الظاهر على الظروف الجديده ابتسامه طال عمرك عشان احمدوه سنابك هذه قيمه اعلان ترى الله يحفظك ايش فيك امزح ورنا ابتسامه ورنا ابتسامه ابو خالد وصل ليش بغور الطوش ايش رايك انت الحين تفسن طول الوقت ما لا تسولني ابشر ابشر لا والله ايش رايك لا ما شاء الله تبارك قول لهم ايش رايك ابتسامه ايش رايك ابتسامه فلاح يا شباب ايش رايك يعني؟ احمد يقول ما تغير شيء كان طالع 4000 دينار اليوم 7000 قيمه سياره على مجد مبروك بس شدني بس شد ضروسك يعني لو حط يطق احمد يعني لا تتكلم خالد انت اكيد دافع 7000 والله اهم شيء ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على بشتك ما على ضروسك الله يسلمك ما شاء الله على نسبتك يا ضروسك ما في شيء تعال احمد تعال 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 اذكر الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على بشتك والله ما لوم بس ترى تصير تشبه غوار والله